على كل حال خلينا ننتقل بعد كده ونروح المغرب ونطمن على الفريق الاول بس لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي انهى امبارح برضو مرانه الثاني في المغرب استعدادا للمشاركه في بطوله كاس بقى الكوس الافريقيه اللي بتقام في مدينه مكناس ابتداء من 24 اغسطس الحالي. فريق خاض برضو تمرينين في يوم واحد، تمرينه كانت صباحيه الثانيه مسائيه، وده بعد حصول اللاعبين على راحه اول امبارح كان يوم السبت بعد رحله الطيران كانت شاقه جدا زي ما حضراتكم عارفين القاهره لكازابلانكا وبعد كده منها لمدينه مكناس. تدريبات كمان شملت محاضره فنيه لطارق محروس المدير الفني للفريق مع اللاعبين، ده كان في اطار الاستعداد لمواجهه بقى الفريق النيجيري في اول لقاءات الفريق بالبطوله. الجهاز الفني كمان خليني اقول لحضراتكم بيقوم بمراجعه بعض الجوانب الخططيه والفنيه، ده في اطار اكيد تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب. يعني خلينا نقول حقيقي جهد محترم جدا من نبعثة رجال يد الاهلي كالعاده، مش حاجه جديده، برئاسه طبعا سياده الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي، بالتوفيق اكيد لفريقنا ونتمنى ان شاء الله كده ان هم يرفعوا راسنا دايما زي ما بيعملوا، بس بعثه محترمه وفي الانتظار ان شاء الله خير. ان شاء الله الانتظار يسفر عن خير.